حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبه عن مغيره عن ابراهيم قال ذهب علقمه الى الشام فلما دخل المسجد قال اللهم يسر لي جليسا صالحا فجلس الى ابي الدرداء فقال ابو الدرداء ممن انت قال من اهل الكوفه قال اليس فيكم او منكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره يعني حذيفه قال قلت بلى قال اليس فيكم او منكم الذي اجاره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يعني من الشيطان يعني عمار قلت بلى قال اليس فيكم او منكم صاحب السواك والوساد او السرار قال بلى قال كيف كان عبد الله يقرا والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى قلت والذكر والانثى قال ما زال بي هؤلاء حتى كادوا يستنزلوني عن شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم